تدشن السلطة المحلية بمحافظة تعز المركز الصيفي بمدرسة نعمر السام ضمن 151 مركز صيفي في المديريات المحررة. المزيد من التفاصيل في التقرير الذي أعدته الزميلة نعيم خالد. دشن وكيل محافظة تعز مهيب الحكيمي ونائب مكتب التربية والتعليم بقاش المخلافي وبدعم من نائب المجلس الرئاسي العميد طارق محمد عبد الله صالح المركز الصيفي في مدرسة نعمر السام ضمن 151 مركز صيفي في مدينة تعز يهتم بالجانب المهاراتي والثقافي والبدني. المراكز الصيفية هذه اللي انشئت عشان تعزيز اولا الولاء الوطني، الفكر الصحيح، الفكر الوطني، هذا ما نلمسه دائما في من خلال المراكز الصيفية ومن خلال هذه المدرسة بالذات. ربما أنا أقول هذه المدرسة أو ربما أنحاز لها كون أنا عشت في نفس المنطقة، تربيت على الأغاني الوطنية التي تبث من هذه المدرسة طول عمري من نعومة أظفاري، وحتى الآن ما زلنا نلاحظ أنه الأناشيد الوطنية والفكر الوطني يبدأ من هذه المدرسة، إلى جانب كثير من العدد من الأنشطة البدنية، الأنشطة الفكرية، الأنشطة المكبوتة أو الموجودة داخل أطفالنا. أعتقد أن المراكز الصيفية تسلط الضوء عليها وتنميها. أدعو المجتمع أكيد والشباب إلى الدعم والانخراط في هذه الأنشطة وهذه البرامج الصيفية، يعني إذا أعتقد أنها كانت مفيدة. نحن في جيلنا مرينا بجزء كبير من هذه الفعاليات، فنعرف ونتلمس إيش الذي سوف يواجهه أبناءنا الطلاب. المراكز الصيفية نقطة انطلاق للشباب في صقل مهاراتهم الحياتية والانخراط فيها. يقي الشباب الكثير من الانجرار حول الأفكار الهدامة والأعمال الخارجة عن الأخلاق. إننا اليوم في مدرسة الشهيد نعمر السام ندشن المراكز الصيفية في المدرسة 151 مركز صيفي على مستوى محافظة تعز، ما يقارب من 100,000 طالب وطالبة في هذه المراكز الصيفية. والهدف من المراكز الصيفية هي بناء جيل جديد متسلح بالعلم والمعرفة، قادر على مواجهة أي اختراقات أو أي تيارات أخرى. هذه المراكز تعمل بخطوط وبمسارات متعددة، في المسار العقائدي، في المسار العقائدي والديني، في المسار التعليمي، في المسار الثقافي، في المسار الرياضي، في المسار الفني، في المسار كل المسارات، نعمل على كل المسارات. 151 مركز صيفي في محافظة تعز افتتح من أجل استقبال شبابنا، من أجل نشئ قادر على العطاء والعمل والبناء وفهم مفاهيم العقائدية والثقافية والمهاراتية التي لابد أن يسقل بها شبابنا. نعيم خالد، قناة عدن الفضائية، تعز.